آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحييكم إخواني في الله في كل مكان في هذا البرنامج حق التلاوة. نحييكم يا إخواني في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذا البرنامج حق التلاوة الذي تقدمه قناة زاد العلمية طيلة أيام رمضان. يوميا يقدم لكم هذا البرنامج مع ثلة من المشايخ الفضلاء، والهدف منه تصحيح التلاوة لأكبر عدد من المتصلين لنلان بذلك الخيرية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل خير المعلمين هو معلم القرآن، وجعل خير المتعلمين هو متعلم القرآن. في هذا اليوم إن شاء الله مقررنا من التلاوة هو الصفحة 566 من مصحف المجمع. نقرأ ما تيسر لنا في هذه الصفحة، نقرأ الصفحة كاملة ونذكر أحكام التجويد الموجودة فيها، ونفسر بعض الألفاظ التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير. طبعا سنقرأ اليوم من الآية 43 من سورة القلم إلى الآية 52، ومن سورة الحاقة الآية الأولى إلى الآية 8. نأخذ فاصلا ثم نواصل يا إخوة، بارك الله فيكم، فابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حياكم الله مرة أخرى يا إخوة، بارك الله فيكم، ونأخذ الآن قراءة الوجه، وبعده كما ذكرنا نفسر الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير، وبعدها نتكلم على أحكام التجويد الموجودة في هذه الصفحة التي أو اللحون الشائعة أو الأخطاء الشائعة التي تكثر عند قراءة هذه الصفحة. نبدأ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون
ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كما مر معنا يا إخوة هذه الآيات يعني، وأرجو من الجميع أن يفتح المصحف ويتابع معنا حتى يتسنى له أن يستفيد فائدة كبرى ويأخذ كذلك ورقة وقلم، يحبذ لو كل واحد يأخذ ورقة وقلم ويسجل ما سيمر معنا إن شاء الله من سواء تفسير أو أحكام تجويدية التي سنذكرها بإذن الله تعالى. ونرحب بمشاركاتكم عبر الاتصال من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عن طريق المشاركة في رقم الواتساب، فحياكم الله جميعا. مر معنا يا إخوة أننا قرأنا الصورة، صورة القلم، وبعد أن انتقلنا إلى صورة الحاقة. هنا يا إخوة لنا أوجه يجب على القارئ أن يعلمها في حال انتقاله من صورة في نفس ترتيب المصحف إلى صورة أخرى بعدها بالبسملة طبعا، لأن كل الصور فيها بسملة ما عدا صورة التوبة لم تنزل بالبسملة. فلنا يا إخوة بارك الله فيكم عند الانتقال من صورة إلى صورة أخرى في نفس ترتيب المصحف لنا ثلاثة أوجه كما سترون في الشاشة معروض عندكم. والمقصود هنا الانتهاء من سورة والشروع في سورة أخرى بعدها في نفس ترتيب المصحف. الوجه الأول وهو قطع الجميع، أي نقرأ نهاية الصورة ونقف عندها وبعدها نقرأ البسملة وبعدها نقرأ الصورة التي بعدها كما سأقرأ الآن. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، هذا قطع الجميع. والوجه الآخر وهو وصل الجميع كما ترون في الشاشة، وصل الجميع نقرأ نهاية الصورة والفاتحة وبعدها الصورة التي بعدها. مثال: وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، هذا وسط الجميع. والوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. مثال: وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ نهاية الصورة نقف عندها وبعدها نقرأ البسملة والصورة التي بعدها، وصل الثاني بالثالث. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبعا الوجه الأول والثاني ألا وهو قطع الجميع ووصل الجميع هذا يجوز في كل الصور سواء رتبت في المصحف، كانت مرتبة على ترتيب المصحف أو غير مرتبة على ترتيب المصحف، يجوز لنا قطع الجميع ووصل الجميع. مر معنا يا إخوة بارك الله فيكم قول الله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبلها الآية التي ذكرت قبلها: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
ما الداعي هنا إلى السجود بارك الله فيكم في الآخرة؟ قال المفسرون في التفسير: كيف يقول لهم، كيف يدعون إلى السجود في الآخرة وليست الآخرة دار تكليف؟ كان هذا يا إخوة بارك الله فيكم على وجه التوبيخ لهم على شركهم، على شركهم وتركهم السجود في الدنيا لا على وجه التكليف والعبادة. يعني كان طلبهم، طلبوا الله سبحانه وتعالى ويوم يدعون للسجود، طلبهم للسجود كان على وجه التوبيخ، لأنهم لم يسجدوا في الدنيا بل كانوا يشركون بالله تعالى. ومر معنا كذلك بارك الله فيكم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم أي منكسرة، تغشاهم ذلة شديدة، تخشاهم ذلة شديدة من عذاب الله، تخشاهم ذلة شديدة من عذاب الله. وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في بداية السورة، أو سمى السورة هذه بسورة الحاقة، ما معنى الحاقة يا أخوة؟ تمر معنا كثيرا الحاقة، ونعلم أنها من أسماء القيامة، كما أن التغابن من أسماء القيامة كذلك، وكما أن عدة أسماء وردت لسورة للقيامة في القرآن. الحاقة يا إخوة وهي القيامة، نعم، ووزنها فاعلة. سميت الحاقة حاقة لأنها تحق، أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها، ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله، أو لأنها تبدي حقائق الأمور والتي يتحقق فيها الوعد والوعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. الآن يا إخوة بارك الله فيكم نستمع إلى تلاوات التي أرسلت إلينا عن طريق الواتساب، وبعدها نكمل الكلام على هذه السورة إن شاء الله تعالى. الآن معنا الآن الأخ رشيد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم رشيد من الدار البيضاء المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. جزاكم الله عنا خير، الله يجعل هذا العمل. الآن نأخذ فاصل يا إخوة بارك الله فيكم، وبعدها نصحح التلاوات إن شاء الله، فابقوا معنا. القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز
من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. حياكم الله يا أخوة مرة أخرى. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة أخي رشيد، بارك الله فيك ومبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها وأن يجعل لك ولي المستمعين بكل حرف حسنة. يا إخوة، بالنسبة لكلمة الحاقة، هنا مد وليس ككل المدود طبعا. هذا المد يسميه أهل التجويد مدا لازما كلميا مثقل، يعني يجب على كل قارئ أن يمده ست حركات. سمي لازما يا إخوة للزوم مده عند كل القراء ست حركات، اتفقوا على مده واتفقوا كذلك على مقدار مده، فمده ست حركات في كل القراءات. فنقول: الحاقة، ما الحاقة، فهو يمد ست حركات، والحركة كما قال بعض أهل العلم هي مقدار قبض الأصبع أو بسطه، ليست بالمتوسطة ولا بالسريعة. هذه الحركة. نأخذ تلاوة أخرى. الأخ عابدين من موريتانيا. الأخ عابدين من موريتانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لتلاوة الأخ عبدين، طبعا نحن يا إخوة بارك الله فيكم أذكر أن مقرر التلاوة اليوم هو الصفحة 566 من مصحف مجمع الملك فهد، لكن لا يمنع الأخ قرأ من بداية سورة القلم، وإن شاء الله تعالى نذكر ما معنا اتصال يا إخوة. حمزة من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ حمزة. رمضان كريم. ما شاء الله تبارك الله علينا وعليك وعلى جميع الأمة الإسلامية، ما شاء الله تبارك الله، تفضل. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما خلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترضى، الذي يتيما فآوى. ما شاء الله تبارك الله. كم عمرك يا شيخ حمزة؟ 6. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ويجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله تبارك الله. في أحد سيقرأ بعدك يا شيخ حمزة؟ السلام عليكم. ما شاء الله تبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي شمعة. ما شاء الله، تفضلي يا بنتي شمعة، تفضلي. أعيد رمضان مبارك. وعليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بتقواها، إذ انبعث أشقاها، وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه، صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. في أحد غيركم سيقرأ؟ ما شاء الله تبارك الله، تلاوة ممتازة، وما شاء الله تلاوة طيبة ومباركة من الشيخ حمزة ومن ابنتنا ما شاء الله شمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. ونفس وما سواها، هنا عندنا تنوين وبعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام، فنقرأ ونفس وما سواها. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة ومباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكما. ونكمل يا إخوة الكلام على تلاوة الأخ عبدين من موريتانيا، طبعا قرأ من سورة القلم، بداية سورة القلم، مر معنا أنه قرأ بمجنون. طبعا بمجنون هنا هذه الجيم فيها قلقلة، الجيم هي من حروف القلقلة، وحروف القلقلة يا إخوة بارك الله فيكم مجموعة في قولك قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف كلها إذا مرت معنا إن شاء الله بإذن الله يجب أن تقلقل الحرف. والقلقلة لغة يا إخوة هي التحريك، واصطلاحا هي اضطراب الصوت أو المخرج عند النطق بالحرف حتى تسمع لها نبرة قوية، هذه النبرة هي القلقلة، الصوت الذي يسمع. فالقراءة الصحيحة بمجنون، بمجنون، فنقلقل الجيم لأنها من حروف القلقلة. وقرأ كذلك بمن ضل، هو أظهر النون، قال بمن ضل، وهذا خطأ، فهنا بارك الله فيكم النون الساكنة وبعدها حرف الضاد، والضاد من حروف الإخفاء الحقيقي، فهنا عندنا غنة بمقدار حركتين، فنقول بمن ضل. والكلمة الأخرى من ناع للخير، النون مشددة تغن بمقدار حركتين، ومن ناع للخير يعني
معنا اتصال يا أخوة بارك الله فيكم، مشعل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين أقرأ يا شيخ؟ الحق؟ من خاشعة أبصارهم، الآية 43 من سورة القلم. خاشعة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات يا أخي مشعل معروضة على الشاشة حفظك الله. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ناخذ اتصال اخر. معنا ابو مشعل من السعوديه، تفضل اخي. ابو مشعل انفصل الخط. نصحح التلاوه للاخ مشعل. قرأ ما شاء الله، قرأ تلاوه جميله بارك الله فيك، لكن هنالك بعض التنبيهات البسيطه. قرأ تبارك الله فيك خاشعة أبصارهم. طبعا بالنسبة لكلمة أبصارهم قلنا أن الباء ساكنة وتقلقل هذه الباء، وكذلك في الكلمة الأخيرة التي بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فخمت الباء بارك الله فيك، والباء من حروف الترقيق. يعني بالنسبة لكلمة أبصارهم الأولى الباء هنا مقلقلة بارك الله فيك، وكذلك هي مرققة من حروف الترقيق والاستفال. نأخذ مشاركة أخرى من الواتساب. ثامر من العراق، الأخ ثامر من العراق، نستمع لتلاوته عبر الواتساب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة جميلة الأخ ثامر بارك الله فيك. معنا اتصال يا إخوة، أبو شعيب من الإمارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. ما شاء الله صوت جميل وأداء أجمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليك بخير إن شاء الله. الأخ أبو شعيب. طيب أعلم الأخ أبو شعيب تلاوته طيبة ولا توجد هنالك ملاحظات تذكر. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياه على القول الثابت يوم القيامة. معنا مشاركة من الواتساب. عمر من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم. لولا أن
تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ آمنت بالله. لكن هناك بعض الملاحظات البسيطة إن شاء الله. بالنسبة لقوله تعالى أبصارهم، أبصارهم الهمزة هنا بارك الله فيك، هنا الهمزة من حروف الاستفال وهي مرققة، فلا نقول آ، نقول آ. أبصارهم، أبصارهم، ولا نقول آ. أبصارهم خطأ، فنقلقل نفخم الهمزة وهي من حروف الترقيق وهذا خطأ، بل يجب علينا أن نقول آ. أبصارهم، أبصارهم، فنرقق الهمزة. هذه أبرز ملاحظة. وكذلك قرأ لولا أن تداركه نعمة من ربه أو فاجتباه ربه، قال فاجتباه ربه، كأنه بالغ في ضم الهاء فحول الهاء إلى واو، قال ربه، هذا خطأ، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذه أبرز الملاحظات عند تلاوة الشيخ عمر. الآن مع حمزة من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد بالقارعة. ثمود فأهلك بالطاغية. وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما شاء الله تبارك الله فيك.
بارك الله فيك ابن حمزة، ما شاء الله تلاوة طيب ومبارك يعني على سنه، لكن يعني فرصة ننبه على بعض الملاحظات. نأخذ اتصال أولا. عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأمن لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجر فهم من معرم مثقلون. أم عندهم العيب فهم يكتبون. اصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم. ولولا أن تداركه نعمة من ربي لنفذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. ما شاء الله تبارك الله. الأخ حسين من ليبيا. وصارهم ترهقها الذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. فزرني ومن يكذب بهذا الحديث سنزرهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم يا أخي. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. سنستدرجهم. إيه خلا كلمتين. سنستدرجهم وبعدها سنستدرجهم. سنستدرجهم. أحسنت. سنستدرجهم. أكمل أخي. من حيث لا يعلمون. واملي لهم إن كيد متين. وأملي لهم إن كيدي متين. النون هنا يا أخي بارك الله فيك. أملي لهم إن كيدي متين. أيوة النون مشددة تغن بمقدار حركتين. يعني تتكي عليها شوي. وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين. إن كيدي متين. إن كيدي متين. ما شاء الله تو أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود والعاد. لا وعاد بدون ألف ولام يا أخي. وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا وعاد بالقارعة. أحسنت. فأما ثمود نفس الكلام يعني ثمود ليست معرفة. أما ثمود فهلكوا بالطاغية. هي أمامك على الشاشة حفظك الله. فأما ثمود فأما ثمود فأما ثمود,
فأما ثمود فهلكوا بالطاغية. أكمل ما شاء الله. وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عادية. أخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرصرا كأنهم ما شاء الله ما شاء الله ممتاز بارك الله فيك. بس نصيحة للشيخ حسين الله يحفظه أن يسمع القرآن كثيرا، يسمع القرآن كثيرا ويقرأ على المقرئين ويصحح تلاوته. جزاك الله خير أخي وبارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفع بك إن شاء الله. بالنسبة لقراءة الأخ حمزة ابن حمزة الذي قرأ من السعودية، هي طبعا لصغر سنه طبعا، لكن الملاحظة هي للجميع أنه قرأ أعوذ بالله من الشيطان. الشين هنا يا إخوة من حروف، لكن نأخذ اتصال. أبو حمزة من السعودية، أبو حمزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ تفضل يا أخي. شهر مبارك عليكم إن شاء الله. أريد أن أقرأ سورة الحاقة، نصفها أو كم آية؟ هو المقرر عندنا سورة القلم، بس اقرأ من أي مكان، أي مكان شئت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك يا أخي. طبعا مر معنا وهو العزيز الغفور. طبعا كثير من الإخوة المقرئين المبتدئين يسكن الهاء، يقول وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور. الصحيح أن نضم الشفتين عند النطق الحرف المضموم بصفة عام، وخصوصا هنا مثل المثال الذي معنا وهو الهاء، وهو العزيز الغفور، فتضم الشفتين بارك الله فيك عند نطقك للهاء. أما عامة القراءة جميلة ومباركة ما شاء الله تبارك الله عليك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. بالنسبة لكلمة الشيطان، الشين هنا بارك الله فيكم هي مرققة، حتى نقول يعني في لهجتنا العامية نقول أريد شاي ولا نقول شاي. فالشين بارك الله فيكم مرققة. أعوذ بالله من الشاء، فنرقق الشين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها الطاء مفخمة طبعا، طاء لأن فيها إطباق وفيها استعلاء. فهذا أبرز ما مر معنا في تلاوة الأخ حمزة، فقط هذا الملاحظة التي سجلتها. بالنسبة للحكم الذي ذكرنا وهو الانتقال من صورة إلى صورة أخرى في نفس ترتيب المصحف، نحن ذكرنا يا إخوة بارك الله فيكم هو الانتقال من صورة في نفس ترتيب المصحف. طبعا هذا لا ينطبق على كل السور، لا ينطبق هذا الكلام على كل السور،
بل تختلف يعني صورة الأنفال لأنها لا تبتدئ ببسملة طبعا، فلها حالات خاصة نعرضها الآن. أن في حال وصل صورة متقدمة من بداية المصحف مع صورة التوبة، بين الأنفال والتوبة لنا ثلاثة أوجه غير الأوجه السابقة الذي ذكرنا. الوجه الأول هو الوقوف على نهاية الأنفال. طبعا لما نقول الأنفال يا أخو بارك الله فيكم، هذا الكلام ينطبق حتى على في حال وصل الفاتحة بالتوبة أو البقرة بالتوبة أو آل عمران بالتوبة، كل الصور. فالوقوف على نهاية الأنفال مع التنفس ثم الابتداء بالتوبة، وأي صورة كما ذكرنا من الصور السابقة التي تسبق صورة التوبة. لا يختص هذا الحكم فقط بصورة الأنفال مع التوبة، لكن بكل صورة متقدمة عن التوبة. والوجه الآخر والوقوف على نهاية الأنفال أو نهاية الصورة بسكتة من غير تنفس. الفرق بين الأول والثاني أن الأول مع التنفس، والثاني نعرض الشريحة الثانية، نهاية الأنفال بسكتة من غير تنفس لمدة حركتين والابتداء بالتوبة. طبعا هذا يا إخوة الوجه الثاني اللي هو الوقوف على نهاية الأنفال بسكتة من غير تنفس لمدة حركتين، هذا من السكتات الموجودة. طبعا في القرآن الكريم لدينا ستة سكتات، أربعة منها واجبة وسكتتان جائزتان. السكتة الأولى هي في سورة القلم، مالية هلك عني سلطانية. والصورة والسكتة الأخرى ما أغنى عني مالية في سورة الحاقة، عفوا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هذه سكتة جائزة وليست من السكتات الواجبة. والسكتة الأخرى هي بين الأنفال أو أي صورة تقدمت صورة الأنفال، تقدمت صورة التوبة في حال وصلها مع التوبة. والوجه الثالث يا إخوة، وهو ننتقل إلى الشريحة الثالثة، وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة من غير توقف، يعني كأنك تقرأ صورة واحدة. هذه الثلاثة أوجه التي معنا في حال وصل صورة الأنفال بالتوبة أو أي صورة سابقة لها، فلنا هذه الثلاثة أوجه التي ذكرنا، وينطبق القول كما قلنا سواء على صورة الفاتحة أو البقرة أو آل عمران أو أي صورة تقدمت صورة التوبة. هذا في حال وصل صورة بما بعدها بنفس ترتيب المصحف، كل ما ذكرنا الآن سواء صورة التوبة أو الصور أو الصور الأخرى. نسمع الآن لقراء يوسف من بلجيكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نأتي الآن يا أخوة بارك الله فيكم على ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الموعد على الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الرابعة،
ونعتذر الإخوة بارك الله فيكم يعني معذرة للإخوة الذين لم نستطع سماع تلاواتهم أو تصحيح أو تصويب التلاوة لهم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.